ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي معادنا مع فقرة الصحة والرشاقة. النهاردة فقرتنا هتكون عن موضوع أعتقد كتير مننا سمع عنه قبل كده بس معظمنا مش فاهمه، هو مقاومة الإنسولين. يعني إيه مقاومة إنسولين؟ وبتحصل لمين؟ وإزاي؟ وإيه أعراضها وتأثيرها على الجسم؟ وهل ليه علاقة فعلاً بزيادة الوزن ولا لأ؟ كل ده محتاجين نعرفه، علشان كده احنا مستضيفين النهارده دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما، علشان تجاوبنا على تساؤلاتنا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورانا دكتور مي. طبعا موضوع مهم وكتير مننا فعلا بيعاني منه حتى في السن الصغير بالظبط، وما بنبقاش عارفين عندنا مقاومه انسولين. واحنا في البدايه قبل ما نبدا نقول اي حاجه، قول لنا هل بيبقى ليه اعراض مقاومه الانسولين ده يا دكتور مي؟ احنا ناخد بالنا ونستشعرها فنبدا نشوف فعلا ونتاكد بالتحليل احنا عندنا ولا لا؟ اكيد هي في اعراض بتبقى ظاهره باينه جدا مش محتاجه. واول حاجه لو الناس شاكه او مثلا عايزه تطمن، بنروح لاي معمل تحاليل وبنقول له عايزه اعمل تحليل لمقاومه انسولين، عشان ده بقى بيبقى الحاجه الجازمه خلاص، يعني الحاسمه في الموضوع. لو انا مثلا مش عايزه اروح، فعايزه اعرف ايه الاعراض البسيطه اللي ممكن تظهر على جسمي. انا جسمي اي اعراض بتظهر عليه، ده اشاره جسمي بيديني رساله ان في حاجه، ان انا داخله على منطقه خطر او في حاجه انا بعملها غلط. فبتبدا الاعراض دي تطلع عشان اخلي بالي واعرف ان انا بعمل حاجه غلط، وابدا اعمل كنترول واشوف ايه المشكله الصحيه اللي هتواجهني. مقاومه الانسولين ايه الاعراض اللي هي ممكن تظهر عليا؟ قبل بقى ما نشرح يعني ايه مقاومه انسولين، دي اول حاجه ملهاش صغير ولا كبير. من مثلا في ناس بتقول الكبار بس، لا، في اطفال صغيره بتجيلها مقاومه انسولين. انا لاحظت الموضوع ده، حبايبي صغيرين بالزبط. وبنات صغيرين، بنات كله 18 يعني و20 كل الاعمار، وكبار صغيرين ما فيهاش يعني مش سن محدد او فئه عمريه معينه. بس ما بنبقاش عارفين يا دكتور ان دي مقاومه انسولين. اعراض ممكن نشوفها عاديه، بس هي ايه بقى دي اللي عايزين؟ تمام. في الاطفال هتبان قوي للسمنه، اي طفل تقريبا بيبقى عنده سمنه مفرطه هو خلاص اكيد عنده مقاومه انسولين، لازم نتعامل معاه ان هو عنده مقاومه الانسولين. تمام. طيب الناس العاديه ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عندي؟ ان انا بيبقى عندي شوجر كريفنج، ان انا عندي شراهه للحلويات بطريقه مش طبيعيه، عايزه طول الوقت اكل حلويات، مش جعان عايزه اكل حلويات، حتى لو انا جعانه نفسي رايحه دايما للحلويات بالظبط. ايه تاني ممكن الاعراض؟ العقل الصوابع، بتبقى العقل فيها بيحصل فيها غمقان، حوالين الرقبه من هنا برضو بيحصل غمقان في الرقبه، وساعات بتطلع زوائد جلديه. الحاجات دي كلها دي العلامات بقى للناس اللي بتبقى خلاص هي كده داخله على مرحله السكر. او دي بتبقى الاعراض الظاهره اكتر. وطبعا اكيد بيبقى عندهم سمنه، ما فيش حد عنده سمنه غالبا ما بيبقاش عنده مقاومه انسولين. فدي اكتر الاعراض الدارجه الواضحه اللي نقدر ناخد بالنا منها يعني. تمام. طب فهمينا بقى يعني ايه مقاومه انسولين. تمام. في ناس فاكره ان الانسولين ده حاجه وحشه في جسمي، او الانسولين ده هو اللي بيعلي السكر وهو سبب المشاكل. بالعكس، الانسولين ده هرمون جسمي بيفرزه من البنكرياس، ده كل وظيفته ان هو يقلل السكر في الدم. ففي ناس فاكره ان انا مثلا لو انا باخد الانسولين يبقى انا كده في حاله خطر، او الانسولين ده هرمون وحش. بالعكس، الانسولين ده اكتر هرمون بيظبط الجسم بتاعي، بيظبط هو مسؤول عن هرمون الحرق، بيظبط عندي نسبه السكر في الدم. فانا طول ما نسبه السكر قليله والانسولين قليل في جسمي، انا كده فرصه جسمي انه يحرق دهون واخس افضل اكتر بكتير. طيب يعني ايه مقاومه انسولين بكل بساطه كده؟ انا في الطبيعي دلوقتي قدامي وجبه هاكل، مثلا الوجبه دي عباره عن نشويات، النشويات دي هاكلها هتبدا تتكسر في جسمي، هتتكسر وبعدين بتوصل لاصغر جزء عشان جسمي يقدر يمتصه بسرعه جدا وبكل سهوله. هيبدا ياخد، انا باكل ليه؟ باكل عشان جسمي ياخد الفيتامينات والغذاء اللي هو محتاجه من الاكل ده، يوزعه على كل خلايا الجسم عشان يقدر يديني بقى الطاقه اللي انا بقدر بيها ان اعدي يومي واقوم واتعامل عادي بالظبط. فانا بقى ايه، مش بدي بقى الفيتامينات والحاجات دي الاكل، انا باكل نشويات، هيحاول يجي يكسرها، هتتخزن لاصغر وحده اللي هي الجلوكوز. الجلوكوز ده الانسولين، السكر هيبدا يعلى في الدم، ايه اللي هيحصل؟ بنكرياس هيبدا يطلع الانسولين عشان يقلل نسبه السكر دي. لازم يحافظ على مستوى السكر في الدم. أيوة. فانا عماله اكل، السكر هيعلى، البنكرياس هيطلع الانسولين عشان يقلل السكر ويفرزوا النسب بقى
اكيد كل كل ما بزود اكله بيفرزوا بنسبه اعلى. فهيحاول ياخد الاكل اللي انا اكلته ده الفيتامينات ويحاول يسكنها في الخلايا. هيجي عليه وقت مع استمراريه ان انا باكل نشويات وحلويات، مش مديله فرصه بقى انا كده بالظبط. السكر عالي قوي، الانسولين هيعلى قوي، هيجي ياخد الغذاء ده يدخله الخلايا، هيلاقي الخلايا خلاص اتقفلت مفيش مكان. هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يفرز تاني الانسولين. ما انا السكر عالي جدا، انا لازم الجسم لازم يتصرف. ايوه انا يعني سبحان الله ربنا ده خلقنا من عند ربنا بالظبط. احنا ربنا خلقنا، لو انا بعاند جسمي، جسمي لازم هو بيتدخل وبيتصرف عشان يلحق الكارثه اللي انا بعملها وانا مش واخده بالي. فانا كده دلوقتي بقى في الدم السكر عالي، الانسولين عالي، الدم طبعا عندي لو جيت اقيس هلاقي السكر بقى عالي جدا ومش عارفين نتصرف. هيبدا يعمل ايه؟ هياخد بقى الخلايا دي يخزنها في الخلايا الدهنيه برضو باستمراريه ان انا عماله يعني دي الوحيده اللي بتفتح له بقى يا دكتور بيقدر يبعت فيها الخلايا الدهنيه، او بعد ما الخلايا العاديه في جسمي اكتملت ما بيلاقيش غير الخلايا الدهنيه اللي يبعت فيها بالظبط. عشان كده احنا بنقول اللي عنده سمنه لازم هيبقى عنده مقاومه انسولين، لان هو وصل ان السكر بقى عالي قوي، الانسولين بقى عالي جدا، فلازم يتصرف، مش هينفع يسيب كده. فهنبدا نخزن الاكل ده في الخلايا الدهنيه مع برضو استمراريه ان انا باكل كتير، نفس العمليه دي بقى كل يوم او كل اسبوع الخلايا الدهنيه هتبدا تقفل برضو خلاص. وبقى دخلت انا في حاله سمنه مفرطه، وكمان هبدا ادخل في مرحله سكر، ان خلاص انا لسه ستيل السكر عندي عالي. فهي دي مقاومه الانسولين، ان دلوقتي جسمي ما بقاش عارف يتصرف في الاكل اللي موجود في الدم، ولا عارف يقلل نسبه السكر الموجوده في الدم. فدايما بنقول مقاومه الانسولين بدايه السمنه، بدايه لمرض السكر. يعني السمنه هي اللي بتتسبب في مقاومه الانسولين طبعا، صح كده؟ طيب عايزين بقى نتكلم يعني عن الحلول بقى يا دكتور. يعني في ناس بتحتاج دايما دعم او مصدر خارجي يساعدها انها تخس وتساعد نفسها. يعني كلنا احيانا بنبقى نفس الشخص ده، ولكن بنسب على مدار حياتنا او في فترات من الـ السنه مثلا. فتره بكون انا اكتف وتمام، وفتره بكون انا محتاجه بجد ان انا اعمل مساعد. قولي لنا بقى نبدا نتحط على الطريق ازاي. تمام، احنا عندنا في شركه اون تارجت فارما عاملين كورسات مخصصه للناس اللي عندها مثلا مقاومه الانسولين، او عندها امراض مزمنه، او زي ما حضرتك قلتي مش عارفه تعمل كنترول على الشراهه ناحيه بالذات الحلويات والنشويات اللي بتبقى موجوده عندها. هو ده دورنا، ان احنا اول حاجه نحدد لهم الكورس المناسب ليهم، وكمان بنخليهم يمشوا على نظام غذائي، عشان احنا وظيفتنا ان احنا لازم نقلل نسبه السكر في الدم. أوكي. وبالتالي لازم الانسولين يقل، عشان طول ما السكر عالي والانسولين فرصه ان جسمي من اقل حاجه انا هاكلها هيخزن دهون بشكل عالي وهيديني السمنه مفرطه جدا. فدي وظيفه ان احنا كفريق طبي ان احنا بنظبط النظام الغذائي. في اكلات مثلا، في ناس بتقولك انا بحب اكل فاكهه كتير. أيوة. طيب هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل لهم في النظام الغذائي بتاعهم الفاكهه اللي ما بتعليش سكر الدم كويس، فبنبدا نحطها لهم في النظام الغذائي مع الكورس بقى. طبعا كورس الانسيليم ده بيبقى العامل الاساسي معاهم، ان هو يساعدهم ان هم يقدروا يعملوا كنترول على الشراهه دي. وطبعا الكميات، الكميات دي بتبقى برضو عامل مهم جدا، ان طول ما انا يعني بدخل مفيش حرمان يا دكتور، ولكن تقنين بقى بالظبط. صح كده؟ الكميات احنا دايما بنتكلم في الكميات. طول ما انا عامله انا ممكن اكل كل حاجه وادوق كل حاجه انا نفسي فيها، مش هحرم نفسي، بس كميات. أيوة. طول ما انا عامله كنترول على الكميات بتاعتي مش هقدر، مش هتخن. بالعكس هاكل، هيبقى الاكل بتاعي متنوع. مش هزهق من فكره الدايت، ان انا هلاقي هتبقى دي ساعتها ده اللايف ستايل بتاعي. أيوة. انا باكل بس بعمل كميات. ده اللي احنا كنا حريصين عليه يكون موجود في كورس الانسيليم، ان انا ادي للحاله اللي معايا حاجه تحسسه بالشبع. أيوة. ويخليه هو غصب عنه جسمه حاسس ان هو شبعان، بيعمل كنترول على اكله من نفسه. كويس. يعني مش هو جاي على نفسه عشان يعمل كنترول او يقلل، لا هو اوريدي خلاص خد مثلا الالياف الانسيليم، حس بالشبع بنسبه كبيره جدا. لان هي فكرتها ايه؟ هي عباره عن الياف طبيعيه، اكياس كده بتتحط على نص كوبايه ميه، بشربها قبل الوجبه بتاعتي بنص ساعه او ساعه. كويس. ايه فكرتها؟ هي نفس الالياف اللي احنا بناكلها. مش احنا دايما نقول كل فاكهه كتير او خضار لما تحس ان انت جعان؟ ايوه، عشان فيها الياف وفيها ميه كتير، فدي بتملي المعده وبتعتبر زيرو كالوريز، يعني ما بتحققش معانا سعرات عاليه. ده حقيقه. بس الفكره ايه؟ انا ممكن اكل خياره مثلا او خصايه دلوقتي، بس بعد ساعه او ساعتين هلاقي نفسي جعت تاني. عشان نسبه الالياف او الميه فيها ما ادتنيش الشبع اللي انا محتاجاه لاطول وقت. فده موجود في الياف الانسيليم، ان هي عباره عن قشور بذور السيليم. دي كل وظيفتها ان هي بتنفش في المعده، بتديني اعلى امتلاء للمعده، بتقعد من مثلا 8 ساعات ل 10 ساعات تحسس الجسم ان هو شبعان. فانا كاني اديت الجسم حاجه
خدعته ان هو كده كل او اديته احساس بالشبع لمده طويله وهو بقى خلاص مبسوط ان هو حس كمان نجاح يا دكتور في نسبه شرب الميه كتير بعد ما ناخد الانسولين عشان في ناس ممكن ما تشربش ميه تقول لك ما عملش معايا نتيجه او تقول لك مثلا حسيت ان انا معدتي تقيله شويه او كده طبعا لازم ميه لان الالياف بتحب الميه بتنفش عشان الانسولين ينفش ويديني احساس الشبع ده لازم اشرب ميه لان هي بتتمدد مع وجود الميه كويس فلو انا ما شربتش ميه زي ما حضرتك قلتي مش هيديني احساس الشبع وهحس انه ايه ده لا انا ما جابش النتيجه اللي انا متخيلاها فالميه فعلا اهم حاجه هي الميه اهم حاجه في كل حاجه سحر احنا في كل برضو حاجه في الشتاء احيانا بنقن يعني ما بنشربش ميه بس بنقول مع الكورس بقى للي عايز يحقق بالظبط ما هي دي وظيفه برضو الكورس ان هو بيخلينا غصب عننا نشرب ميه هنشرب ميه قبل الوجبه فهتحسسني بالشبع مع الالياف اتمددت بعد الانسولين شربت الكوبايتين الميه شبعت اكتر هاجي بقى على الوجبه بتاعتي بدل ما بقى ما كنت باكل طبق او كبير هاخد معلقتين ثلاثه خلاص انا بقيت حاسه ان انا شبعانه معدتي خفيفه مبسوطه كلت اللي انا نفسي فيه بس بكميه قليله فهو ده اللي كان احنا عايزينه للالياف الانسولين ان الناس اللي مش عارفه تعمل كنترول ولا عارفه تعمل يعني لا واصحاب الامراض المزمنه كويس ان احنا لقينا حاجه طبيعيه امنه يا دكتور مي ناخدها واحنا مطمنين لاصحاب الامراض المزمنه سواء بالزبط. بقى ضغط قلب كوليسترول سكر طيب خلينا نقول طرق التواصل برضو وبعدين نستكمل مع بعض الانواع بتاعه الكورس تمام طيب عن طريق الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه مكالمات او واتساب كويس والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما ايوه والاوفيشال بيج بتاعت دكتور نهال حافظ وعلى الانستجرام اون تارجت فارما حلو قوي وبرضه في صفحه دكتور نهال حافظ لو موجوده على الانستجرام برضه يقدروا يبعتوا لنا بيلاقوا استماره اونلاين كويس. فيها اسئله بقى احنا ان احنا لازم نعرف الحاله اللي قدامنا السن الوزن الطول الحاله الصحيه هل خدت ادويه هل تعاملت مع كورسات قبل كده وما نجحتش مثلا عشان نعرف نحدد لها الكورس والنظام الغذائي المناسب ليه عشان هم بيبقوا عايزين يوصلوا يخسوا بسرعه جدا بس احنا هدفنا ان هم يخسوا ونحافظ على صحتهم فانا لازم ابقى عارفه الميديكال هيستوري بتاعتهم كلها احنا عايزين نقول بقى ان الفكره هنا يا دكتور ان مش ان انت بس تخس الفتره دي وبعد كده مش مهم يحصل ايه انتوا عايزين تعملوا لايف ستايل للناس اللي بتخس مع الانسولين بدليل ان هم بيكملوا على الكورس بعد ما بيوصلوا للوزن في حاجه اسمها ثبات بيوصلوا للوزن اللي هم عايزينه وبعدين بتقننوا انتوا بقى وبتقللوا النسب بتاعه الانسولين الجرعات فبيوصلوا ان هم خلاص بقت مرحله كافيه من حياتهم يقدروا يتعودوا على السيستم ده بالزبط. صح كده لان هي فكره ايه الياف الانسولين احنا المعده انا طول الوقت عماله اكل فطبعا المعده بتتمدد بالظبط فالالياف دي عملت ايه احنا وظيفتها ان هي بترجع ترجع حجم المعده تاني للحجم الطبيعي بتاعها كويس. فانا بالتالي بعد بقى ما انا خلاص وصلت للوزن المثالي مع الكورس الانسولين معود معدتي بدات اكل كميات صغيره فخلاص الحجم الطبيعي بتاع المعده بتاعي رجالي فانا بقيت لوحدي بقيت عارفه اعمل كنترول على كميه اكلي على المواعيد على الانواع وبعدين الناس كمان معانا لما بتتابع لما بتلاقي ان هي خست يعني وزن كبير جدا طبعا اهم حاجه الدهون على طول رد يعني فعل او مردود كويس الناس فعلا بتبقى حابه اصلا صحتها اولا حابه شكلها طبعا. فبيبقوا خلاص هم عايزين ان احنا كمان بنبدا نديهم ثقافه جديده ان احنا عايزين هي دي حياتنا انا مش فكره الدايت احنا عندنا ما بنقولش كلمه دايت بنقول نظام غذائي همشي عليه على طول لان الدايت يعني الناس رابطه دايت بحرمان يعني وحرمان وفتره مؤقته شهر شهرين خسيت ارجع تاني بقى اكل لا احنا هدفنا ان احنا ناكل كل اللي احنا عايزينه بطريقه صحيه بتنوع وحاجه ضامنينها بالظبط دي اهم حاجه عندنا طيب ده هايل جدا خلينا بقى نتكلم عن انواع الكورسات يا دكتور مي قول لنا بقى في عندكم انتوا انواع كورسات وبيبقى معاها ايه الحاجات اللي بتساعد في الحرق عشان يعني الناس برضو تعرف اول حاجه احنا النهارده كنا بنتكلم عن مقاومه الانسولين فمثلا احنا لو حد عندي مشكله مقاومه الانسولين او مثلا السكر طبعا بيبقى عنده سمنه مفرطه اول حاجه هنديله الياف الانسولين عشان نخليه يحدد يقلل الكميات بتاعته وكمان الالياف طبعا اهم حاجه فيها فيتامين سي فدي حاجه حلوه جدا كويس. كلنا محتاجينها الفتره دي بالظبط وكمان فيها معادن زي مثلا المغنيسيوم والصوديوم ودول حلوين جدا ان هما بينشطوا حركه الامعاء يعني الناس في كتير قوي في الدايت تقول لك انا بدأ عندي امساك او انا معدتي عندي قولون او انتفاخات فدي دايما البوتاسيوم والصوديوم بينشط حركه الامعاء وبيحسن حركه الجهاز الهضمي فاحنا كده حلينا مشكله الناس اللي عندها امساك او عندها مشاكل في الجهاز الهضمي كويس. طيب في ناس يقول لك مثلا طب انا دلوقتي عندي سكر
يبقى طبعا اكيد الالياف دي الاناناسيه بيبقى طعمها وحش. لا، هي طعمها زي عصير الاناناس بالظبط. وكمان الاحلى اللي فيها ان هو مش بيعلي سكر، نسبه السكر في الدم كويس. عشان فيها ماده اسمها سكرولوز، الماده دي طبعا مصرحه من هيئه سلامه الدواء والغذاء، فدي اهم حاجه ان هي مش بتعلي نسبه السكر، فينفع للاطفال كمان كويس. ينفع للناس اللي عندهم سكر. بالعكس، فيها ماده اسمها البرومالين، دي بتقلل اصلا نسبه الدهون الثلاثيه وكمان بتقلل نسبه السكر في الدم كويس. فهيبقى امن جدا اللي عندهم الامراض المزمنه دي. اول حاجه هنرشحها للكورس. تاني حاجه ممكن مثلا نديهم سلاك. السلاك دوت كل فكرته ان هي معتمده على حاجات بتزود الحرق. ده بقى كورس مكثف صح كده دكتور مي؟ كورس مكثف ده بتدوه لمين بقى؟ للناس مثلا اللي عندها مقاومه انسولين، لان طبعا بيبقى عندهم سمنه زياده فعايزين يعني يخسوا بسرعه. عوامل تساعد اكتر بالظبط. الناس اللي عندها مثلا مشاكل في الغده فبيبقى عندها هرمونات الحرق ضعيفه. الناس مثلا واحده مثلا مستعجله عايزه تخس بسرعه في وقت قياسي، فبنديها ده الكورس لكن المكثف. لكن مش بتدوه لاي حد، بيبقى على حسب الحالات. لان في برضه كافيين مثلا، فمش هنديه لاصحاب اللي مثلا حد عنده ضغط، مش هنديله سلاك. مثلا واحده سيده بترضع او حامل مش هنديها بالظبط. فده بنديه للحالات المعينه، زي مثلا مقاومه الانسولين هنديله السلاك عشان في كافيين. في الكارنتين هيزود الحرق، احنا بنبقى عايزين ان هو يخس بسرعه عشان ما ندخلش معاه في مرحله السكر كويس. يعني احنا زي ما قلت حضرتك هدفنا ان احنا نحافظ على الصحه. ده في المقام الاول. بعد كده نخس بشكل صحي كويس. وهنديله مثلا سكر عشان بقى الناس بتبقى عندهم بقى شراهه الحلويات جامد، فيبقى بنقلل بقى نسب السكر الابيض ده. لا احنا بنمنعه خلاص ما فيش يعني منه. احنا هناخد سيس انا النهارده والله يعني عايزه اقول لك على حاجه. بدي بنوتي حطيت باكت، هي مش متعوده على السكر، انا مش معوداها عليه. عشان هي كانت كبيره فانا كنت ابني الصغير اللي بيحب السكر، بس انا الحمد لله قننت بسيس، هو بالنسبه له مظبوط. طب حلو. بنتي بقى لما دقيته قالت لي مامي سكره زياده، عشان هو بيحلي 2 معلقة. أيوة. وانا بحط لها معلقه الا ربع او نص معلقه. طب حلو جدا. فتخيلي، فانا اتبسطت الحمد لله. فدي خطوه حلوه، عشان كده بقول لكل الناس انتوا طبعا بتنزلوه مع الكورسات اكيد. عشان اصدقائنا كلهم يجربوه يعرفوا اللي احنا بنقوله، وطبعا يصلح للسخن ويصلح للمخبوزات ويصلح للبسكتس وكل حاجه بالظبط. وطعمه ما بيغيرش وما بيمررش وجميل. عشان كده احنا بنحطه، لان الناس اللي بيبقى عندها سكر بتبقى حابه الحلويات الكتير. فساعتها يقدروا يعملوا حلويات بكل شكل بطريقه صحيه، وفي نفس الوقت حاجه ما تعليش السعرات ولا تعلي سكر الدم. فدي هنحطها معاهم. ممكن كمان نحط لهم الجرين كوفي، ده هايل جدا. لانه برده بيزود احساس الشبع، بيزود الحرق كويس. بالذات الدهون اللي بتبقى في البطن والارداف، لان اللي عندهم مقاومه انسولين بتبقى الدهون متراكمه في المكان ده اكتر. فده كده الكورس المكثف. وبرده هنحط لهم الكبسولات دي برضو بتقلل الشراهه بتاعت الحلويات، بتزود الحرق. فاحنا كده عملنا لهم كورس مكثف، حلينا لهم كل يعني حلينا مشكله الجوع، مشكله الكميات، زودنا الحرق. فهو دي اي حد عايز يخس او عنده مشكله صحيه خلاص، هي دي مشاكله اتحلت، هيقدر يحل. حاجه امنه ومرخصه والدنيا جميله. طب ما تقول لنا طرق التواصل تاني يا دكتور معايا. عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، والمكالمات او واتساب، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، الاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، وعلى الانستجرام اون تارجت فارما، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ. اي صفحه من دول يحبوا يتواصلوا من خلالها او الارقام عشان هيلاقونا على طول. احنا اصلا اونلاين فريق طبي بقى، انتم مختصين بكل حالات الاطفال، السكر، اللي بيتعامل مع مرضى الضغط، مرضى اي حالات سمنه. اي حالات الحمد لله بنعرف نتعامل معاهم. عندكم فريق طبي كبير يعني بروفيشنال، وانا دخلت شفت الكومنتس عليكم ما شاء الله الدنيا جميله، فربنا يوفقكم يا رب. وقول لنا النصيحه بقى لينا في الشتاء كده، نخلي بالنا منها قبل ما فاينل. اول حاجه نشرب ميه كتير على قد ما نقدر. الناس بتقول ما بتشربش ميه كتير، ممكن نقسمها كوبايتين مثلا قبل كل وجبه. او يعني على الاقل كوبايه كل قبل وجبه، قبل اي سناكس. ننام بدري عشان ننام، لما بننام بدري هرمون النمو بيطلع، بيزود نسبه الحرق عندنا، بيقلل الاسترس اللي احنا بنتعرض له طول اليوم. نحاول ان احنا ننوع في اكلنا، نزود البروتين، نزود السلطه، نقلل بقى النشويات على قد ما نقدر. البروتين النباتي كويس يا دكتور؟ حلو اكيد. يعني لو في ناس فيجيتيريان هل هم مش هيخسوا صح؟ اكيد. البقوليات والحاجات دي، الحاجات دي تنفع اكيد. عايزين بقى نعمل حلقه ان شاء الله المره الجايه عن الناس النباتيين، ده حلو، في منظمه الدايت، لانه انا شايفه ان هم بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمهم، صحتهم بتبقى ما شاء الله، صحتهم بتبقى احسن. اعمارهم بتبقى اطول طبعا، كله بفضل ربنا أكيد. لكن أيوه. اقصد ان هم بيساعدوا نفسهم بحياه صحيه
صح. مناسبه جدا. خلاص نعمل مره جايه الحلقه. خلاص اتفقنا يا دكتور ماي ان شاء الله. وخصوصا بقى يعني ايه نقول غلاء الاسعار، خلينا نقنن، لان احنا لو عايزين نحط بديل البروتين الحيواني يبقى عندنا بدائل جميله فعلا وتصلح لاطفالنا. عن البدائل الارخص للبروتين الحيواني احنا عايزين نعمل كده. ماشي خلاص اتفقنا وعد. بشكرك يا دكتور ماي صحولي. طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه لشركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني. نورك. شكرا. وطبعا بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه، كل مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. ان شاء الله كل حاجه تطلبوها تلاقوها باذن الله. اتمنى ان فقرتنا النهارده تكون نالت اعجاب اصدقائنا اللي طلبوا الحديث عن مقاومه الانسولين، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على خير وسعاده، ويا رب كل الامنيات تتحقق باذن الله، وسلام عليكم.